مرحبا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من اون سبوت، وضيفنا النهارده هو كابتن جمال سالم، واحد من الاسامي اللامعه اللي كونت اسم كبير جدا في الكوره المصريه جوه جدران نادي المقاولين العرب، وكان واحد من افراد الجيل الذهبي للنادي واللي حققوا بطولات تاريخيه سواء في كاس افريقيا مرتين ورا بعض او بطوله الدوري العام الوحيده اللي فاز فيها ذئاب الجبل لحد دلوقتي. الجوكر ده لقبه، بدا حياته في لعبه الكوره الشراب في منطقه 100 عقبه، وده كان سبب ان هو يبعد عن اللعب في الزمالك او في الترسانه، وبسبب عشقه لكره الشراب بعد عن الناديين، لكن مع ذلك برضه نجح ان هو يكون مع كتيبه من الابطال اللي حققوا بطوله افريقيا مع المقاولين العرب. هيكون النهارده ضيفنا في اون سبوت، هنتكلم معاه في حكايات كتير جدا مع الكوره وبالاخص مع الكوره الشراب وفشل انتقاله لنادي الزمالك، وكمان سر فوز المقاولين العرب بالبطولات في الوقت ده، وكمان هنعرف منه فرص ذئاب الجبل في المنافسه في افريقيا خلال الفتره اللي جايه بعد الفاصل. رجعنا سريعا عشان نستقبل ضيفنا النهارده كابتن جمال سالم، نجم المقاولين العرب السابق، واحد طبعا من افراد الجيل الذهبي لذئاب الجبل. منورنا النهارده اكيد يا كابتن في اون سبوت. ربنا يخليكي وصباح الفل عليك. صباح الفل عليك، عندنا كلام كتير قوي هنقوله النهارده، بس خلينا الاول نبتدي بقى مع حكايتك مع كوره القدم وبالتحديد بقى مع الكوره الشراب في 100 عقبه. ايه اللي حبيبك في الكوره الشراب؟ انا زي اي حد من حته شعبيه بيلعب كره شراب، واحنا كتير في 100 عقبه يعني مش قليلين يعني. احنا كتير لعبنا من 100 عقبه كره شراب ورحنا. هل زمان الشوارع كانت بتسمح ان الواحد يلعب فيها كوره؟ بس دلوقتي صعب قوي يعني. شيما احنا كنا بنعمل دوره مش بنلعب ماتش، كنا بنعمل دوره وكل مثلا ساعه ساعه ونص ما تعدي عربيه ونقف لها تعدي ونكمل. كل ساعة ونص تعدي عربية؟ كل ساعة ساعة ونص تعدي عربية. دلوقتي يا كابتن 100 عقبة دي ما تعرفش تمشي فيها. كل المناطق الشعبية بالعربية أصلا. كل المناطق الشعبية مش إحنا بس. ده حقيقي. كل المناطق الشعبية. فابتديت بقى كرة الشراب. ابتدينا كلنا وخرجت أجيال كبيرة 100 عقبة عندنا، خرجت يعني نجوم نجوم يعني. زمايلك في الشارع وقتها كانوا مين؟ اللي بيلعبوا معاك كرة شراب؟ كلهم زمايلي اللي ما كانش فيه حد بيلعب معايا في الوقت دوت، أو كنا جيل واحد يعني. أنا وسعيد. أنا وسعيد الشيشيني. كنتوا بتلعبوا ساعتها نفس الجيل؟ احنا كنا في 100 عقبه احنا يعني المسيطرين، الليدرز هناك، مسيطرين دورات وكده، وفي نجوم كبيره يعني ونجوم كتير كانت بتلعب معانا، بس احنا كنا مثلا معروفين جمال قوطه وسعيد الشيشيني. ايه جمال قوطه بقى؟ دي كانت شهرتي وانا صغير يعني لحد ما رحت المقاولين العرب في السبعينات يعني، ودي كانت شهرتي. اشمعنى قوطه؟ دي شهرتي انا، كانت امي اسمها قوطه. والله امي شهرة بتاعتها كانت قوطه. ده كان ليه سبب ولا كده؟ امي كانت الله يعزك كانت حلوه قوي يعني ما شاء الله. الله يرحمها. فطلعت عليها بقى الشهرة، مشيت لحد ما رحنا نادي المقاولين العرب لحد السنه 76 لما جه الكابتن عبد المنعم الحاج ربنا يديله الصحه يا رب، والكابتن فؤاد منع كلمه بقى جمال قوطه جمال سالم. انت كنت بتتضايق اصلا يا كابتن؟ لا لا لا، شو اتضايق ده، انا كنت بتتبسط صح؟ قوطه دي عشان خدودها كانت بتحمر. انا 100 عقبه كلها عارفه. أيوة. لحد وقتنا هذا في يعني كابتن علي ابو جريشه، في اكتر من الكابتن علي. ايوه اللقب ده طلع عليه عشان كانت حلوه وخدودها بتحمر مش كده؟ انا بقول لك يعني انا كانت شهرتي دي. فكان لحد بقول لك الكابتن علي ابو جريشه اقول له ازيك يا كابتن علي، يقول لي ازيك يا قوطه عامل ايه لحد وقتنا هذا. عايز اقول لك ايه، كان سيد عبد الرازق اقول له ما احنا كنا مع بس بعض. بس خلاص بقى كبرت وبقيت لعيب محترف بقى. خلاص من السبعينات بقى. دي من السبعينات يعني من 76 الكابتن عبد المنعم الحاج الله يديله الصحه والكابتن فؤاد الله يرحمه وكده، وجم النادي وراحوا قال الغي الكلمه دي بقى خلاص جمال سالم، بقيت جمال سالم خلاص من 76. برضه الاسم فيه وقار كده اكيد. طبعا امال ايه. فطبعا اخدت بقى السكسي كله ومشيت في الموضوع دوت وجمال سالم لحد دلوقتي. خلينا بقى نتكلم عن فتره بقى وانت لسه صغير، وانت طفل كنت لسه في مدرسه في 100 عقبه في الابتدائي. كنا في ابتدائي وكملت دراستك.
كملنا هو بس ما كانش عندنا اعدادي في ميت عقبة ولا اعدادي ولا ثانوي، فكنا بنخلص ابتدائيه في ميت عقبة كلنا كل اهل ميت عقبة. طيب اهلك بقى ما كانوش بيقولوا لك لا بلاش كره شراب وبلاش قعدتك في الشارع؟ ما انا بطلت كره شراب اول ما مضيت في المقاولين، ما انت سكه المقاولين دي برضو سكه جميله. يعني كان عندنا ماتش كره شراب في ميت عقبة، فانا كنت مشيت من الزمالك، رحت الزمالك ومشيت. لا انت نتكلم بس عن موضوع الزمالك واحده واحده. هو اللي هيتفرج علينا دلوقتي هيسال طب انت ليه ما لعبتش في الزمالك او في الترسانه؟ ما انا هقول لك ايه اللي وداك المقاولين العرب. زي ما قبل الهوا اتكلمنا انا وحضرتك، بقول لك احنا كنا في المدرسه مع بعض، كنا شله كبيره. مين بقى؟ ابراهيم يوسف الله يرحمه، الله يرحمه، سيد اسماعيل، عماد المندوه، شكر حسن، عادل دسوقي، نبيل ابراهيم. كنا شله كبيره جوه مدرسه امبابه اسماعيليه اللي هي في الكتكات. فجي الكلام بقى وكده، وكنا منتخب المدارس احنا بقى وكتاكيت صغيره بنلعب على مستوى الجيزه منتخب المدارس. فابراهيم الله يرحمه قال لي يا جمال ما تيجي معانا بكره نتمرن، وعندنا في رحت نادي الزمالك وكده وخدوني وتعالى. رحت رحت معاه هو عمل اختبارات وتقابل، بس انت لسه. هو ابراهيم كلم الدكتور اشرف جابر وقال له انا معايا ولد بقى حدوته عليك عليا. فروحت رايح مع ابراهيم، خلصنا المدرسه انا روحت وابراهيم اتقابلنا قدام باب نادي الزمالك. طبعا في ثلاث دقايق ابراهيم جه من امبابه النادي، دلوقتي تقعدي ساعتين. طبعا دخلنا النادي، المهم الكابتن الدكتور اشرف ربنا يديله الصحه يا رب، قال له الولد ده جميل. بس فدخلنا وكده، وكانوا عايزين مني الصور وشهاده الميلاد. وجبتها لهم؟ ما كانش معايا بطاقه، احنا ما كانش معانا بطاقه، احنا كنا لسه 15 سنه 14 سنه صغيرين. اديت لهم بقى الصور وشهاده الميلاد؟ ما رحتش. ما جبتش. ليه بقى؟ احنا كان تاني يوم عندنا برضو نهائي في شارع 8، نهائي كوره شراب كوره. فما رحتش. يعني انت هتلعب دلوقتي في نادي الزمالك وعندك ماتش كوره شراب؟ كان نهائي يا شيما، كان نهائي. ايه نهاية. بس يا كابتن المهم طول عمرك، يعني رحت لعبت. الله يخليك. رحت لعبت بعديها، رحت تاني قال لي انت اللي كنت عامل الهيصه هناك في ميت عقبة وكده، قال لي قلت قال لي لما اتصل عليكوا في البيت ابقى تعالى. وما رحتش. عمي الله يديله. يعني هو زعل انك ما رحتش تاني؟ ان انا ان انا بلعب في الشارع، ان انا لعبت كوره شراب بقى وما رحتش التمرين. قلت له ما فيش مشكله يا دكتور انا عادي. لفت ايام واسبوع تاني وعشرة ايام، وعمي ربنا يديله الصحه عمي سعداوي كان ملك الكره الشرف في ميت عقبة. عمي انا ده انت بقى الموضوع وراثه. عمي. بس ده خليني اسالك بس الاول، انت كنت رايح الاول نادي الزمالك ليه؟ انت زملكاوي؟ انا زملكاوي جدا يا شيما، جدا جدا فوق ما تتخيلي. بس بحب نادي المقاولين بيتي. انما انا من جوايا زملكاوي ابيض، ومصر كلها عارفه ان انا زملكاوي. مصر بالكامل. مش انا وحضرتك، لا مصر بالكامل. بس انا بحب نادي المقاولين العرب. طب نرجع لعم، وضيعت الدوري من الزمالك مرتين انا. انا شوفي انا كلامي انا واضح. المهم يعني عمي كلم الكابتن شاذلي. قال له يا كابتن شاذلي عندي ابن اخويا حدوته هيعجبك. قال له هاته ابعته لي. رحت للكابتن شاذلي. رحت له فين بقى؟ النادي، ما انا ساكن قدام النادي يا شيما، قدام الباب، احنا ساكنين قدام. رحت على النادي على طول. رحت النادي الترسانه تاني يوم للكابتن شاذلي. الكابتن شاذلي قال له هبعته لي بكره الساعه 1. فرح الله يرحمك يا كابتن شاذلي، وداني للكابتن كوكو. قال له انا جايب لك ولد من ميت عقبة حدوته هيعدي بس الشارع. المهم رحت رايح قال له هاته، فخدني اختبرني الساعه 1 1 ونص، والكابتن شاذلي كان واقف والكابتن مصطفى رياض ربنا يديله الصحة. قال لك ايه بقى؟ قال لي هات لي ورقك بكره وشهاده الميلاد وست صور. اوعى تقول لي كان عندك ماتش كوره شراب تاني. انا جاي لك اهو والله ورحمه امي زي ما بتكلم معاك بكل شفافيه. رحت رايح لعم مكي ابو الكابتن رأفت مكي بتاع الترسانه. اديته ست صور وشهاده الميلاد يا شيما ومشيت، وكنت بقى لعبت. قال لي بكره الساعه التمرين الساعه كام؟ قال لي بكره ان شاء الرحمن هنتمرن في الملعب اللي ورا ده الساعه 5. قلت له ماشي حلو تمام. خلاص خدت الفرصه بقى هتلعب بقى. كان عندنا برضو في اليوم ده نهائي، يا دي النهائي قدام الباب بالظبط، يا دي الكوره قدام الباب بالظبط. والله يا شيما زي ما بتكلم معاك. طب لا ما انت لازم تفهمني ايه سر الكوره الشراب، كنتوا بتاخدوا ايه يعني بتكسبوا ايه في الاخر؟ نكسب ايه؟ بناخد شوبير حرقه اصلي والله حرقه واحنا بنتكلم. قال لي خدت طقم فانيلات وميداليات؟ قلت له بالظبط زي ما انت قلت. ايه بقى؟ خدنا فانيلات الاول، خدت 8 فانيلات وكاس، ويعني ما كانش فيها جوايز غير كده، ما كانش فيه فلوس اصلا. لا 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 هي فانيلات وكاس، يعني تضيع منك التمرين والالتزام والنادي. المهم يعني رحنا لعبنا وكده، والكابتن كوكو خارج لقى الدنيا مقلوبه قدام باب النادي. الدنيا مقلوبه.
انت برضو فلاني انا اللي بلعب والدنيا هايص عليا وكنت انا برضو سعيد وكده وبنلعب. كان سامي شيشيني ده كتكوت صغير كده فكسبنا البطولة. قال لي بكرة تيجي تاخد ورقك من عند عم مكي. والله زي ما بتكلم مع حضرتك. انت بقى مش ملتزم اهو. رحت رايح لعم مكي اخد منه الورق. قابلني الكابتن عبد الخالي عبد الحفيظ. قال لي تعمل لي كده والله العظيم. قال لي تعال كابتن كوكو مش عايزك انا هاخدك. قابلني بكره الساعه 9. هي بتضحك لك تاني الدنيا. قال لي قابلني بكره الساعه 9 الصبح انا هوديك نادي المقاول العرب. الكلام ده سنه 73 يا شيخ. قابلته الصبح في مكان بعد بيت شوبير بالظبط. قابلته الساعه 9 الصبح. كان هناك في موقف. ركبنا نزلنا عند مستشفى الشرطه ركبنا المعديه. عدينا الناحيه الثانيه الجزيره مركز الشباب. ما احنا كنا في مركز شباب الجزيره. النادي بتاع قبل ما يبقى في نادي المقاولين. قبل ما الجبل الاخضر. احنا 73 انا بكلمك الكلام ده. احنا رحنا الجبل الاخضر 79 لما جه الكابتن عبد الصالح. طب حلو ده كان قريب منك من مركز شباب الجزيره في الزمالك. ما رحت بقى التزمت انا ورحت للكابتن ماجد. التزمت. رحت مع الكابتن. كتبتها يعني خلاص. رحت مع الكابتن عبد الخالق خدني. قال له انت بقى ده اوطه اللي انت خاوتني بيه. قال له انا هجيب لك ولد في الجون. فروحت رايح والله العظيم ماشي من الصبح دخلت قال لي تعالى كابتن ماجد مرسي ربنا يديله الصحه الحكم. كابتن ماجد مرسي المضي مضيت ومعرفش انا مضيت ايه على ايه ومعرفش. قال لي امضي رحت ماضي. كان عندك كام سنه بقى؟ كان عندي 15 سنه. 15 سنه. قال لي امضي رحت ماضي. 15 16 سنه. قالوا لك بقى ليك مرتب ولا ليك فلوس ولا اي حاجه؟ اداني 10 جنيه. ده كان مبلغ. والله اداني 10 جنيه. عملت بيهم ايه تفتكر؟ ما انا جاي لحضرتك اهو. اداني 10 جنيه ومضيت. قال لي بكره انت مضيت وخلاص يعتبر انت معانا. هات لي بقى معاك شهاده الميلاد وست الصور. يعني قلت له حاضر. رحت واخد والله شمال الصور روحت البيت بقى الاول ومعاه ال 10 جنيه. مشيت عديت المعديه ما ركبتش بقى الترول ولا ركبت مشيت على طول لحد البالون رحت واخد شمال على البيت على عندنا على متعوب. ماشي. ما انا مش عايز ال 10 جنيه دي يعني. خايف تتنشل. المهم ايه روحت والله دخلت قلت لها يا حاجه الله يرحمها ويحسن اليها. قلت لها الله يرحمها انا رحت نادي المقاولين يا امي واديني 10 جنيه. عملت ايه؟ 10 جنيه من الحمراء الكبيره. ايوه الكبيره دي. ده مبلغ. قالت لي معقوله؟ قلت لها قالت لي ما تقولش لحد. قلت لها اقول لحد ايه؟ نتسرق النهارده. خدت امي ال 10 جنيه والله يا شيماء والحمد لله ورحت ايه. طب كابتن قول لي بس وقتها 10 جنيه دي تساوي كام من دلوقتي؟ ال 10 جنيه بتعمل 1000 جنيه الوقت. ده مبلغ. 1000 وانت لسه صغير. 10 جنيه الحمراء الكبيره دي تعمل 1000 جنيه الوقت. كان ممكن تشتري بيها 50 متر ارض. والله العظيم ثلاث في 73 الكلام ده 74. والله المهم يعني انا جيت بقى رحت نايم وايه والصبح لقيت الحاجه بتصحيني. يا جمال يا جمال. قلت لها امور يا امي. قالت لي يلا قوم عشان تروح تجيب ال 10 جنيه تاني. قلت لها يعني كان السر كله في ال 10 جنيه يا كابتن. لو كان من ايام نادي الزمالك ادوك ال 10 جنيه ما كنتش عمرك رحت لعبت النهائي بتاع الشراب ده. انا غلطتي ان انا يعني ما كملتش. بس انا برضو راضي باللي انا فيه دلوقتي. نادي المقاولين العرب. طب تمام حلو. انا ابتديت الالتزام اول ما ظهرت ال 10 جنيه. التزمت. التزمت وبطلت كره شراب. والله العظيم. طب هو السر كان في الفلوس؟ لا مش في الفلوس. السر ان انا بعد ما دخلت الملعب الكبير وشفت الاحترام وشفت ان انا ممكن ابقى حاجه. حرام عليا اللي انا بعمله ده. طب انت كنت دخلت برضو نادي الزمالك. حرام. انا بقى رجعت نفسي بعد الفتره. ما ده يخليني برضو اسالك على حاجه صغيره. الفلوس بتفرق في قرارات اي لاعب؟ احنا كنا عيال صغيره يا شيما ما بنعرفش الحاجات دي. انا كنت عيال. انا اديت لهم ال 10 جنيه ما اعرفش. انا كان ممكن قرشين صاغي يودوني النادي واتغدى وارجع بيهم. قرش صاغي اروح النادي وارجع بيه. انما ما كانش في دماغي ان انا 10 جنيه دي انا كني مع يعني مش تعالى اشيل 10 جنيه بجيبي في الوقت ده. فالمهم يعني رحنا الحمد لله وكده والتزمت. ويجي بقى شفت الصدف. بنلعب المقاولين العرب والترسانه تحت 16 سنه. قابلت كابتن كوكو يوم الجمعه. لا يوم الجمعه في نادي الترسانه. 16 سنه. اقسم بالله العظيم ثلاثه نزلنا نسخن. كان ملعب الترسانه الاساسي ما لعبناش بره. لعبنا اللي هو قدام بيتك اللي قدام اللي في النادي. ولاقي لك بقى واحنا بنسخن كل فرقه الترسانه الفطاحل العظماء الاكابر بتتفرج علينا. كابتن شاكر الكابتن شاذلي الكابتن رأفت كابتن حسن علي شواكيش. كل الجيل الجميل. وكسبنا الترسانه 3-0 وجبت جون بدماغي كمان. طلعت في الكورنر جبت جون. كابتن شاذلي اتجنن قال لي تعالى مش انا قلت له ما حصل 1-2-3 يا كابتن.
وكانت الانطلاقه هشيمه بقى. رحت رايح منتخب مصر مع الكابتن فتحي نصير بعد الدوري ده على طول. لما بقى اول منتخب مصر 19 سنه انا كان عايز الولد بتاع المقاولين الطويل دوت. كانت انا ونبيل ابراهيم. وكانت اول علاقه ليا بالكابتن فتحي نصير، ربنا يشفيه ويديله الصحه. دي كانت اول العلاقه اللي انا اللي تجمعني بالكابتن فتحي. لعبنا ناشئين اهلي وزمالك ومقاولين والكلام ده، بس كانت اول علاقه تجمعني بالكابتن فتحي كانت بعد الدوري اللي احنا لعبنا ده. ورحت منتخب مصر بقى 19 سنه تحت 18 19. اول منتخب مصر اتلم في الوقت ده كان وقتها 78. طيب وكملت مشوارك فتح المصري الوقت في الوقت ده. فتح اللي لعبت فريق اول كلها كانت موجوده. جمال جندي، جمال جوده، اينو، ابراهيم يوسف، شكري. كنا فرقه كبيره، منتخب جامد. ذهبي، شوقي، غريب، حسام عبد الغني، الزفتاوي. كنا منتخب جامد، اسامي كبيره. فابتدت الناس تعرفنا من الوقت ده. وكملت مشوارك مع المقاولين العرب. خلاص ما فيش غير المقاولين. جيلك حصد البطوله، بطوله الدوري الوحيده للمقاولين العرب 83، سنه 83. تفتكر بقى كواليس البطوله دي كانت عامله ازاي؟ كواليس كان فين الاهلي؟ كان فين الزمالك وقتها؟ كواليس البطوله دي يا شيما، ربنا يطول عمرك، احنا الخواجه قعد معانا. كمين بيمرنكم وقتها؟ مستر مايكل قعد معانا. قال لنا انا سامع، اصل الخواجه جالنا 82 بعد ما ساب الزمالك. عارفني وعارف حمدي وعارف عبوده وعارف سعيد ششيني وعارف. ووقتها انت كنت مسمع كلاعب. انا خلاص انا بلعب. انا لعبت 76 مع كابتن عبد المنعم، كان عندي 17 سنه. كابتن عبد المنعم جه خدني من الصغيرين انا ونبيل عمار ونبيل ابراهيم ورضوان وكده، واتمرنا مع الفريق الاول. ومشيت العمليه، فجه الخواجه راح عامل معانا كده اجتماع بسيط يا شيما. قال لنا انا جاي وسامع بيكم ان انتوا فرقه جامده جدا. كلنا كان انا الخواجه جه كان عندي 19 سنه. كلنا في الرينج ده يعني. هقول لكم على حاجتين، عايزين تاخدوا الدوري انا هجيب لكم الدوري. نتعادل بره ملعبنا ونكسب اي ماتش على ملعبنا، مبروك عليكم الدوري. والله هم الكلمتين دول اللي قالوا في الاجتماع. انا بتكلم معاكي كل جمال سالم على المنبر بقول لك كل حاجه عشان تبقى عارف. وابتديتوا من اول يعني اول مباريات، من اول الادوار في الدوري وقتها في الموسم ده، ابتديتوا متقدمين يعني ولا كنتوا؟ احنا فضلنا راكبين الدوري طول من ساعه ما ابتديتوا. من ساعه ما ركبنا الدوري الاولانيه راكبين الدوري خلاص ما نزلناش. احنا ركبنا الدوري من اول 3 اسابيع. خلاص قلنا يعني فتره وهتعدي وهننزل تحت ونبقى راضي. ما نزلتوش. راح الخواجه مكسر الدنيا معانا. فرق معانا ماتشين الاهلي. دول اللي فرقوا معانا يا شيما. ضربنا الاهلي رايح في الدور الاول والثاني. الاول 2-0 و2-1. الاهلي كسب. احنا اللي كسبت. انتوا اللي كسبتوا وقتها. ما هو الاربعه بونت دول اللي ادونا الدوري. اربعه على راي الكابتن شوبير والكابتن مصطفى يونس، اللي يكسب الاهلي رايح جاي وما ياخدش الدوري يبقى مش كان فرق. زمان اربعه. ايوه اللي يكسب الاهلي رايح جاي وياخد اربعه بونت يبقى خد الدوري. يعني كابتن شوبير كابتن مصطفى يونس قالوها، قال لك اللي يكسب يعني زي بيراميدز كسب الاهلي رايح جاي ما خدش الدوري، احنا بقى المول العرب كسبنا الاهلي رايح جاي خدنا الدوري. هم الاربعه دول بونت اللي عملوا علينا. طب وقتها كان النادي الاهلي في حالته؟ النادي الاهلي كان اعظم جيل جه في النادي الاهلي في الوقت ده. عنده وحشين في الجول، عنده 4 اسود ورا، عنده 43 حاوي في نص الملعب، عنده خط امامي يدمر اي حد. مصطفى عبده والبيبو ومختار يكسروا اي حد. واحنا كنا جامدين برضو. احنا برضو ما عشان ما نهدمش حقنا. احنا كنا فرقه جامده. يعني احنا كنا فرقه كفايه معانا حمدي نوح، انا بتكلم معاكي بالامانه طبعا قدام معانا عبد الرازق في نص الملعب ومعانا بالانطوان ورا. ثلاثه ظبطوا لك هيكل التيم، عملوا لك استراتيجيه وانت بتلعب. انا بلعب قدام ورايا بيل، عارف ان انا ورايا اسد. بيل بيلعب عارف ان الاربعه اللي قدامه دول أربعة. احنا دخل فينا يا شيما في الدوري كامل 5 اجوان بس. طول الدوري تفتكر خسرتوا كام ماتش؟ خسرنا ماتش الزمالك بس 1-0 ماتش واحد. ده في الدور الاول ولا الثاني؟ الاولاني. في الدور الاول الاولاني خسرنا ماتش الزمالك جول عادل عبد الواحد. وتعادلنا 3 ماتشات وخدنا الدوري. ما خسرناش غير ماتش الزمالك بس. هو ده موسم استثنائي. ده استثنائي بكل المقاييس. احنا دخلنا مسرح جينسي احنا الفرقه الوحيده اللي دخل فينا طول الدوري بعد النادي الاهلي. مش احنا بعد النادي الاهلي. لان النادي الاهلي جه عليه وقت دخل فيه طول الدوري جولين او جول. ما هو ده حق لازم يتقال وده طبعًا. تاريخ لازم يتقال طبعًا. احنا بقى الموسوعه بتاعتنا ان دخل فينا يا شيما 5 اجوال طول الدوري. منهم بينالتي.
منهم بينالتي كمان. يعني يعتبر اربع اجوال بالظبط منهم بينالتي. وانا اقول لك الخمسه اللي جابوا الاجوال لان الحمد لله الذاكره تمام. يعني علاء ميهوب جاب جون، محمد حاجم الله يرحمه جاب جون، اينو جاب جون. يعني الخمس اجوان يعني الخطيب ما جابش فينا جول في الوقت ده الا بيل انطوان، الا لما ماتش افريقيا 84 وكمان كسبتوا مرتين افريقيا ورا بعض، اتعادلنا 0-0 وتعادلنا 1-1. الخطيب جاب جول وناصر الله يرحمه. صحيح صحيح. بطوله افريقيا اخذتوها مرتين ورا بعض في نفس جيلك في نفس. لا ده انا عايزه بقى نتكلم عن كواليس افريقيا دي، لان دي اكيد بطوله مهمه جدا، وكمان اولين العرب ان شاء الله داخل على افريقيا في الفتره اللي جايه جاي. صحيح. فهنتكلم عن الموضوع ده لكن بعد الفاصل. نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا النهارده مع كابتن جمال سالم نجم المقاولين العرب السابق في اون سبوت. رجعنا سريعا لسه مكملين كلامنا مع كابتن جمال سالم نجم نادي المقاولين العرب السابق. طبعا يعني انت عشت الفتره بقى الذهبيه بالنسبه للمقاولين العرب، خدت معاهم الدوري الوحيد اللي اخده المقاولين العرب في تاريخه وكمان بطولتين لافريقيا. نتكلم بقى على افريقيا بما اننا داخلين على افريقيا مع المقاولين العرب الاسبوع الجاي ان شاء الله. انت برضو لازم الناس تعرف ان انا من اقدم او انا من ولاد نادي المقاولين العرب الشرعيين، لان نادي المقاولين العرب جم علينا 76. كل اللعيبه اللي انت حضرتك شايفها دي جت علينا احنا واحنا صغيرين سنه 76. احنا في النادي من 73. فانا كل ده جه علينا. فانا عاصرت كل الاجيال لحد ما خدنا كاس افريقيا الاول والثاني وعاشرتهم سنتين ورا بعض. خدنا بطولتين وكنا ممكن ناخد الثالثه. خرجنا من مع النادي الاهلي. اتفضلي. طيب خلينا نتكلم عن كواليس البطوله دي، بس قبل ما نتكلم على كواليس بطوله افريقيا، ايه الفرق ما بين المقاولين العرب دلوقتي والمقاولين العرب زمان ايام جيلك؟ المقاولين العرب زمان احنا كنا تيم واحد. بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنسهر مع بعض، بننام مع بعض، بنعمل كل حاجه مع بعض لحد ما نروح كل واحد بيته. حتى دي على مستوى الانديه. دي كمان في النادي الاهلي كان في تراوت، كان في روح الفريق. ايوه دلوقتي النهارده شيما، النهارده لو انا في العصر ده هروح تمرين 9:30 3:15 اكون في اوضه اللبس. زمان احنا كان 9 الصبح كلنا في النادي. 9 الصبح لعيبه الاهلي والزمالك والمقاولين وكل واحد كان كل واحد في النادي. بنتغدى سوا، بنريح سوا في الاستراحه، بنقوم نتمرن سوا، بنغير سوا، بنيجي بعد التمرين. حتى كابتن عبد المنعم وكابتن فؤاد عاملين مثلا بوفيه معانا، نتعشى، نعمل هوب، يلا سلام سلام، نركب ونروح. انما دلوقتي الحياه بقت سريعه. الحياه بقت في ناس يعني لعيبه عندها مشاغل. احنا ما كانش عندنا مشاغل. ما عندناش بيزنس. يعني احنا زمان ما كانش فيه غير هي الكوره، هي دي الكوره، دي حياتنا. طب هل ده كان يعني مجزي ماديا بالنسبه لك؟ ما احنا برضو مجزي ماديا في حاله ان احنا اتساوينا بالنادي الاهلي. كانت بالنسبه لنا احنا ان احنا اتساوينا، الريجليشن بتاعتنا اتساوت بالنادي الاهلي. فدي فرقت معانا احنا. كابتن فؤاد الله يكرمه ربنا يرحمه ويسامحه، قال لك انا عايز لائحه النادي الاهلي. جابوا اللائحه وطبقها عندكم. طبقت بالحرف بالحرف. بنفس المبالغ، بنفس الارقام. فيها اولى البيبو بقى ومصطفى والناس دي بياخدوا 250 جنيه، انا فرقتي تاخد 250. فانت كنت برضو فيها اولى في النادي بتاعك. انا كنت صغير، فانت كنت زيك زي وقتها مثلا. انا بقيت زي الأهلي. زيهم لما بقيت في طول عمرك في اما طلعنا الدوري الممتاز. اتساويت خلاص اما طلعنا الدوري الممتاز. انما انا في 76 اوكي تمام، زي عادي جمال سالم كتكوت صغير بياخد 15 جنيه فئه ثانيه 5. ايوه كنا تعودنا كده. فده يفرق، ده يفرق بالنسبه لنفسيه اللعيبه اللي موجودين في المقاولين العرب. احنا فرق معانا ان احنا اتسوينا بلعيبه النادي الاهلي طبعا. ده مش موجود نهائي دلوقتي، مش ماديا. وده مش موجود نهائي دلوقتي. احنا بنشوف بقى لعيبه عقدهم مثلا دلوقتي في المقاولين مليون واقل من مليون. خلي المليون وفي نفس الوقت في اللعيبه عقدها بال 30 وبال 40 مليون. خلي المليون يا شيما برضه، خلي ال 30 40. انا بتكلم معاكي في نقطه جميله بسيطه قوي. انا معنويا فرقت معايا ان صحيح. انا متساوي زي انا حاسس اني زي كابتن مصطفى يونس حقيقي، زي كابتن ماهر همام. حمدي نوح متساوي بياخد 250 جنيه عقد زيه زي البيبو. متساويين معنويا صحيح. مش ماديا. ده يفرق ماديا يعني معنويا. ده برضو بينعكس عليك في الملعب ان انت حاسس انك زيك زيه، زي اي حد. انت بتاخد كذا، انا باخد كذا. انما دلوقتي بقت في فروقات. زي ما في فروقات فرديه في اللعيبه في فنياتهم، في فروقات في اللعيبه في مادياتهم. في فروقات صحيح. كتير. يعني انا النهارده لما اشوف سقف لعيبه، انا وانا بتفرج على الدوري العام في لعيبه انت ما تساويش اللي بتاخده. دي امانه.
صحيح. وفي لعيبة بتاخد اكتر من اللي هي كانت اللعيبة دي اللي زيها تاخد اكتر منها لانها بتدي في الملعب وبتأدي. صحيح صحيح. النهارده في لعيبه بتشوف ان في ظلم مادي جوه. صحيح. احنا قلنا في فروقات في فروقات لكن في ظلم مادي بالنسبه لك انت شايف كده في الدوري المصري الممتاز حاليا؟ في لعيبه بتاخد اكتر ما تستحق. وفي لعيبه بتاخد أنا اقل على مما تستحق. الكلام ده على مسؤوليتي. بتشوف مين بياخد اكتر اللي مش هقول اسامي. هي اللعيبه دي عارفه نفسها. اللعيبه دي يعني زمان شيما مثلا احنا كنا ما بنصدق الدوري يخلص. سوري اللعيبه دلوقتي ما بتصدق الدوري يخلص. عشان ايه؟ ليه؟ عشان انا هروح النهارده شيما هتديني 7 مليون في السنه هروح عندك. لا انا النادي ده هيديني كذا هروح هنا. انما زمان احنا ما كانش فيه استغناء. يعني انا ما طلبوني النادي الزمالك ان انا اروح العب في نادي الزمالك وعشان اخد بعد ما تالقت مع الاهلي اخد استغناء واروح. عثمان بيه مرضيش وحسين بيه مرضيش وصلاح بيه مرضيش وكابتن عبد المنعم الحمد. طب في الوقت ده في الفتره الزمنيه دي كان الحل ايه؟ ممكن تسيبهم وتمشي؟ ما فيش استغناء. ما فيش اصلا استغناء. ما كانش فيه استغناء. ممنوع. ما فيش. انا ابن النادي. دلوقتي ما فيش ابن النادي. دلوقتي ما فيش ابن النادي. الفلوس هي اللي بتتكلم. دلوقتي في العقد. دلوقتي يعني اللي بيربط اي لعيب بالنادي اوعي تصدق. انا برضو انت فتحت كلام جميل. اوعي تصدق اي لعيب دلوقتي يجري ويروح عامل كده. ده كلام في الهضايس. اي كلام. اسمعي مني انا. ده لمده معينه. وممكن الناحيه الثانيه ابوس اللوجو الثاني. ايوه انا بتكلم معاكي بالامان. انما احنا زمان. طب ده بينطبق على كل اللعيبه 100% ولا في منهم مش كده؟ لا على كل اللعيبه كله. لان دلوقتي احنا في عصر الماديات. الوقت زمان انا كنت مثلا اقول ايه انا ليه ما بقاش زي الكابتن مصطفى يونس. يعني زمان كنت انا سمعتها بوداني من الكابتن عادل مأمور. يا جمال عندكم جون بطل وان شاء الله انا لازم اشتغل ابقى زي الراجل ده. كنا بنغير من بعض في الفنيات. الوقت الغيره في الماديات يا شيما. انا بتكلم معاكي بكل امان. صحيح. انا النهارده كنت والله العظيم جت عليا ايام قلت انا لازم اروح منتخب مصر. انا لازم اروح منتخب مصر واشوف الكابتن مصطفى يونس ده بيلعب ازاي واشوف ابراهيم يوسف ده بيلعب ازاي. انا زيهم بس انا لازم اطور نفسي. كنا بنغير من بعض فنيا. انا كنت بحس ان انا لازم ابقى زي الناس دي. عشان ابقى زي الناس دي انا بغير منه مش بحسده. انا دي غير ما انا عشان ربنا يكرمني اغير منك بس ما حسدتيش. ما حسدوش. انا بغير منه ان انا ازيه. صحيح. عايز ابقى زيه في البوزيشن. الغيره الصحيه في الفنية. اللي بيبقى نتيجتها بتكون بوزيتيف. حاجه كويسه. انا عايز البوزيشن ده ابقى زيه بالظبط. صحيح. فكانت غيره فنيه. كنا بنحب ان احنا كنت ساعتها بتشوف ان كابتن مصطفى يونس هو الافضل في جيلك؟ لا لا انا بديكي مثل. مثل. أنا بدي يعني في انت قلت مرتين ثلاثه اسمه. ما هو عشان مصطفى حبيبي قوي. فبالتالي بقول لك يعني كانت مثلا انا كنت مثلا انا ليبرو ابراهيم ليبرو مصطفى يونس ليبرو جه الجيل اللي بعد مننا اشرف قاسم هاني رمزي. فالاجيال بتتوارث. فبالتالي انا كنت بغير غيره فنيه. صحيح. ان انا ابقى زي الكابتن مصطفى يونس الكابتن حسن حمدي. طب رايك ايه اللعيبه اللي موجودين دلوقتي مثلا الجمهور قالب عليهم لان هم جري ورا مثلا الماديات او انتموا اكتر للفلوس. انت رايحه لسكه ايه بقى؟ انا مش رايحه لاي سكه. لا ماشي ماشي. لسه ما روحتش في حته. ماشي. انت شايف الفرق ما بينهم وبين اللعيبه الثانيه اللي زي ما بتقول ان هم بيبصوا التيشيرت ان دول جالهم فرصه ودول لسه ما جاتلهمش؟ هو بص حضرتك ان احنا في عصر الماديات دلوقتي. اوعي تصدق اي حد يجي حلقه ويقعد كده يقول لك انا هنا وابني هنا واعمل. لا النهارده انت هتديني كام؟ النهارده لعيب الكوره عرض وطلب. فعلى مستوى العالم. يعني انت لو كنت تلعب كوره دلوقتي في المقاولين العرب وكان جالك عرض افضل وانت ابن النادي زي ما انت بتقول وتربيت فيه والنادي طلع على كتافك والكلام ده كله كنت هتسيب برضو النادي وتروح؟ لا مش هسيبه. اشمعنى بقى؟ اتربيت هنا. طب ما هم برضو في منهم اللي اتربى هنا. اتربيت هنا على الرينج اللي انا كنت باخده. انا اتربيت هنا على الرينج اللي كنت باخده. ولا انت كنت راضي؟ ما انا قلت لحضرتك في بدايه انا راضي. اللي ربنا اللي انا فيه دلوقتي انا راضي بيه. يبقى الازمه ازمه رضا بس. ما لو واحد عنده عليكي. عنده رضا ممكن. مش هيبقى عنده المشكله. انا الحمد لله انا راضي بكل حاجه ربنا رضاني بيها من مقاول عرب. في ولادي في زوجتي في بيتي. ربنا يخليهم. انا عيالي دكاتره بالمناسبه. ربنا يخليهم. انا ابني دكتور طيار وبنتي دكتوره في الجامعه ما شاء الله. فالحمد لله يعني انا الحمد لله راضي كل الرضا باللي ربنا كتبه لي في المقاولين. ليه ما طلعتش ابنك يلعب كوره؟ افندم ما طلعتش ابنك احمد راح وي تاني بقى. احمد دكتور تربيه رياضيه. وان شاء الله هيبقى طيار. مش بعيد. هيبقى طيار الايام الجايه دي. ما شاء الله ربنا يوفقه يا رب. شغال طيار ان شاء الله. طيب.
تعالى نرجع بقى لافريقيا وقولي بقى كواليس البطولتين اللي اخدتهم ورا بعض دول كانوا عاملين ازاي، والنهائي بتاعهم كان مع مين؟ النهائي الاولاني طولنا عمرك مع باور دينموز. لا انت قاعده مع موسوعه خلي بالك. ما شاء الله. النهائي الاولاني كان مع باور دينموز، كسبنا 2 هناك وكسبنا 2 في مصر ما شاء الله. واول رئيس جمهوريه يحضر فاينل فيكي يا مصر كان احنا الرئيس مبارك ربنا يرحمه. الله يرحمه. احنا جينا من زامبيا لقينا قبل يعني اشتغلنا هناك في زامبيا كسبنا. ده في قصه كمان عن المشوار دوت ما شاء الله عليكي. احنا قبل ما نسافر زامبيا باسبوع يا شيما ايه اللي حصل؟ كان اليوبيل الفضي في مصر. فطول عمرك منتخب مصر بيلاعب زامبيا، منتخب زامبيا اليكس شولا بقى والفرقه بتاعته بقى كانت هنا، كسبوا مصر 3 الاستاد وخدوا الكاس بتاع اليوبيل الفضي. احنا بعديها باسبوع رايحين فين؟ على هناك على زامبيا هنلعب مع افريكا اسمه ايه ده باور دينموس بطل زامبيا. والجرايد ما استلمتنا يا شيما بقى. ربنا يستر على المقاولين، ربنا مش عارف ايه. ده شوف اللي حصل في المنتخب عندنا في البلد. صحيح. ويروح المهندس عصام عباس وحسين بيه عثمان وشله العثمانيين عاملين لنا اجتماع. انتوا هتجيبوا البطوله من هناك وسيبكم شوف الجرايد انا بوريكي بس الاعلام بتاعنا. يعني احنا فرقه مش شرط نبقى الاهلي ولا الزمالك. بس قال لك بقى ربنا يستر على المقاولين العرب والحكايه والروايه. بتقللوا مننا ليه قبل ما نروح؟ ورحنا يا شيما ولعبنا وكسبتوا 2. احنا كنا بننام الله يعزك في الطرق في اوضه اللبس وكل لعيب له جهاز انبوبه اكسجين في التايم. يعني احنا نمنا كده وكل لعيب فيه انبوبه والخواجه بيتكلم واحنا بسامعينه ومغمضين عينينا بس في التايم. انا بوريك ايه اللي صار لينا في البطوله. كنا بنلعب. كان المشوار الافريقي برضو زمان صعب، ده اصعب بقى من دلوقتي بكتير. احنا دلوقتي بنقول افريقيا للرجال، ده زمان كان الموضوع اصعب كده بكتير. احنا سافرنا يا شيما بس مش عايز اقطع الكلام بس بتاع زامبيا واخش لك. فروحنا رايحين زامبيا كسبنا 2 والخواجه راح مدينا تاني يوم اجازه. ما هو كانت الرحله بقى زي ما ده الكلام لحم في بعضه. الرحله ما كانش صد رد زي دلوقتي. يعني النهارده ممكن اسافر العب بكره بالليل ارجع. لا احنا كنا ممكن يعني احنا اصعب رحله مرينا بيها واحنا رايحين مابوتو وموزمبيق. عملتوا ايه؟ ركبتوا كام طياره؟ ركبنا من هنا يا جده. جده باريس. جده يومين. انتوا لفيتوا العالم وانتوا رايحين. جده يومين. جده باريس. باريس يومين 3 وعملنا عمره وكل حاجه و100 100 باريس. باريس مابوتو 13 ساعه. مابوتو باريس، باريس جده، جده كايرو. يا نهار ابيض. امال ايه؟ وبتنزلوا ترانزيت في البلد تقعدوا فيها يومين. ما احنا ممكن نقعد في فرنسا 3 ايام، في بلجيكا 3 ايام، في بروكسل 3 ايام، في مدريد 3 ايام. لا دي معاناه دي. عشان حسب الروت اللي انت فيه. ولا في تمارين ولا في اي حاجه. لا بنتمرن. بتتمرنوا فين بقى؟ يعني مثلا احنا نزلنا فرنسا مثلا يومين. هنقعد 3 ايام لحد ما الطياره اللي هي هتيجي من افريقيا هترجع تاني نسافر فيها، فبناخد نشوف جنينه. نشوف اي حته نجري فيها الخواجه يجرينا. خواجه يعني ما شاء الله اي حته اي ممكن نجري في الفندق، نجري في حوالين الفندق. فالمهم يعني اتعذبنا مش زي دلوقتي صد رد. انت بتروح صد رد انت دلوقتي بتنزل بيكون محجوز لك الاوتيل ومن الاوتيل على الملعب الخاص بيك. وفي ناس بتسافر قبل ما تلعب البطوله تروح تشوف اوتيلك وتشوف ملاعبك. طبعا لا ما في احنا كنا هنموت مرتين يا شيخ. ليه بقى؟ اثيوبيا. ليه احكي لي. جايين من هراري. ركبنا من هراري رايحين اثيوبيا اسمره. اسمره جده، جده كايرو. فاحنا نازلين من ركبنا هراري من هراري رايحين اسمره اثيوبيا. فنازلين اثيوبيا ترانزيت الجناح عمل كده. والله العظيم. لا الطيران بتاع افريقيا يعني الله يرحمه الكابتن لطيف كان جنبي، عم نجيب المستكاوي كان جنبي. كله أش 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 مش عايزه تطلع. اقسم بالله زي ما بتكلم معاكي اقسم بالله. ايوه بقول له يا عم نجيب جربت الطيران الافريقي ده انا عارفه. قال لي بقول له عم نجيب اهدى. قال لي أش أش استنى مش عارف يعمل اي حاجه الله يرحمه يعني. الله يرحمه. معانا كل طاقم الصحافه. الله يرحمه. فالجناح عمل كده رجعنا تاني. رد تاني راح الرصيف الجناح من اخر السوكه بتاعت الجناح ضرب في البلدوره بتاعت الرصيف. لقينا عفاره جامده اقسم بالله العظيم شفنا الموت بعينينا. اقسم بالله انا بقسم لك بالله شفنا الموت بعينينا مرتين في افريقيا. فالمهم يعني صارت بقى والحمد لله خدنا الماتشين وجينا. خواجه قال احنا لعبنا شوط بقى لنا شوط. ورحنا جايين هنا راح الرئيس جاي لنا بقى.
طبعا مبارك. جالنا قبل الماتش بليلتين في الملعب وجالنا يوم النهائي وبعدين جه النهائي بتاع النادي الاهلي برضه دي امانه يعني، بس احنا خدنا الاول، احنا خدنا الاول البطوله، الاهلي بعدينا باسبوع في كتوكو ورحنا واخدين البطوله الاولانيه. اللي ادانا البطوله دي برضه عشان الناس تبقى عارفه ماتش افريكا سبورت دي امانه، الماتش ده اللي ادانا البطوله. ازاي؟ كان اول ماتش للخواجه مايكل ياشيما، رحنا لعبنا في افريكا سبورت، كان مين جون افريكا سبورت في الوقت ده؟ انطوان بيل. طبعا انت ما شفتهوش بس تسمع عنه. اكيد. بيل انطوان جول الكاميرون في كاس العالم. ايوه. جه كان بيلعب افريكا سبورت واحنا بنلعبهم. كسبونا 2 يا شيما. خواجه صعب علينا. صعب عليكم. صعب علينا. بكى بعد، كان اول ماتش للخواجه معانا. اول مباراه لمستر مايكل معانا. واحنا في افريكا سبورت. كان بيل انطوان وديفان بيلعبوا هناك. لقينا الخواجه بالليل قاعد على البار. بيعيط بيبكي. قال لي جيمي تعالى، حمدي تعالى، مش عارف مين تاني كان معانا، قال انا مش بعيط عشان ان احنا خسرنا، انا بعيط ان انتوا خساره ما تاخدوش البطوله دي. كلام بقى فرق معاكم؟ طبعا. رحنا احنا حمدي نوح في الوقت ده باشا، ابو نوح راح واخد الكلام راسه للعيبه تمام. واتكلم معاهم واتكلمنا وسعيد ومجدي وكلنا اتكلمنا، قال انا ببكي عشان مش عشان خسرت، انا ببكي عشان انتوا فرقه تستاهلوا، انتوا احق بالبطوله، تستاهلوا الفوز. ورحنا راجعين يا شيما مصر. ما شاء الله الموضوع اختلف تماما. جمهور مصر العظيم تراب اللي بيمشوا عليه على دماغنا. لان الساعه 12 الظهر كان ملعبنا فل. الحاجات دي ما بنشوفهاش دلوقتي على فكره. اقسم بالله يا شيما زي ما بتكلم معاكي، راجعين من الاوتيل بعد ما اتغدينا وروحنا ورحنا النادي، الجمهور واقف. دخلنا، لا دخلنا عندنا الاوض تحت في البدرون. انت رحت النادي المقاولين؟ شفت البدرون تحت؟ لا ما شفت، مش للدرجه دي. لا ما احنا الاوض بتاعتنا في البدرون من تحت. ما هو في، ما انت مش بتطلع الملعب. ما هو ده البدرون. أوكي. اللي فيه المكاتب وفي اوض اللبس بتاعتنا. ايوه. وبنفتح الشيش بتاع الاوض، لقينا ما فيش مكان لادم. ماكينه ماكينه في الغرفه من الفرحه. وخدتوا بقى القرار ان البطوله دي بتاعتكم. ما هو الخواجه برضو معلش يعني راجل محنك. مسكنا قال لنا انتوا عايزين تكسبوا الماتش ده وتاخدوا البطوله؟ قلنا له قال انا عايز جولين، احنا مغلوبين اتنين. قال ثلاثه مش عايز. قال لنا انا مش عايز ثلاث اجوان، انا عايز اتنين بس. عايز اتنين. لو جبتوا اتنين انتوا مبروك عليكم البطوله. طب ازاي يا خواجه؟ قال يا اخي انا مش المدرب، انا عايز جولين. مش عايز ثلاثه. اول خمس دقايق جبنا جون. بقول لك ملعبنا فل يعني. انا لو بس الحلقه كانت بدري شويه وبعت لك صور افريكا سبورت دي. دنيا تانية. بعدها بربع ساعه ابو نوح جاب الجون الثاني. الله. لا سوري، حمدي جاب الثالث، نبيل ابراهيم اللي جاب الثاني. بقينا اتنين، خرجنا. خرجنا نزلنا الطايم. الخواجه جه قعد كلمنا كابتن جمال عقاد، عصام عباس، البدل كلها موجوده. قال لنا احنا كنت طالب منكم جولين. انا دلوقتي طالب منكم جول كمان. بس اللي انا كنت عايزه في الشوط الاولاني اديتهولي. نزل كابتن حمدي نوح جاب الجول ده. ما حمدي معانا بيلعب من الاول. راح حمدي جاب الجول الثالث. وتعذبنا ربع ساعه يا شيما بقى عشان نحافظ على الجول، لان لو دخل فينا جول بعد الثلاثه دول احنا بره. صحيح. ثلاثه. صحيح. لو دخل فينا جول احنا بره. صحيح. متنا. واصعب ربع ساعه مرت على جمال سالم في تاريخي اللعب كانت ربع ساعه دي. لو طولت احط رقبتي على كوره في اي وقت هحطها عشان نخرج بالثلاثه الاجوان دول. خرجنا من الماتش. الخواجه جمعنا كلنا في الاوضه وجه عثمان بيه وحسين بيه والدنيا كلها. قال لنا مبروك عليكم افريقيا. ولسه في دور السيمي فاينل والفاينل. لسه في سيمي فاينل وفاينل. يعني كنا هنلعب السيمي فاينل مع غانا والفاينل لعبناه مع باردن. قال لنا مبروك عليكم افريقيا. الراجل كان بيبص اللي بعيد. بس الراجل ده محظوظ ان احنا كنا فرقه كوره. احنا كنا فرقه كوره زي ما هيدي كوتي جه خد فرقه النادي الاهلي على طبق من ذهب. صحيح. مايكل كده برضه خد الفرقه دي كده. وراحت لحمه البطوله. مين اللي ليه الفضل في الفرقه دي، في تكوين الفرقه دي؟ الكابتن فؤاد صدقي. الكابتن فؤاد صدقي والكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن ابراهيم الوحش والكابتن عبده صالح الوحش. دول اصحاب الفضل في المقاولة العربية لحد المقاولة العربية لحد دلوقتي. يعني احنا دلوقتي يعني لولا احنا
لولا المقاول العرب. انا بتكلم معاكي بالامانه. السنه اللي بعديها بقى في افريقيا خدنا البطوله برضو. خدنا البطوله لحمنا على طول، لحمنا على طول. خلاص الخواجه قال لنا كنت فتره توهج بقى خلاص. الخواجه قال لنا انتوا بتلعبوا في ازهى عصر، الوقت ده كان وقتكم، ازهى عصر ليكم. صحيح. انتوا لو ما عملتوش لنفسكم اسم سيبكم الماديات. خلي الماديات، الاهلي الزمالك كل دي الاسامي، اللعيبه الكبيره اللي خدت اسامي، انتوا بتعملوا اسمكم الوقت اللي هيجيب لكم الفلوس بعد كده. فبصراحة يعني رحنا لاحمين البطولة التانية. صحيح. ودخلت التالتة كمان يا شيما، شوفي بقى قد ايه. لكن ما توفقتوش فيها. ما توفقناش، لا احنا حظنا ان احنا قابلنا النادي الاهلي في الدور قبل النهائي. ده اللي فرق معانا. صحيح. بس خرجنا من الماتشين دورون 0-0 وواحد واحد. صحيح. جون البيبو الاول جون كان يجيبه في الانطوان. الخطيب بقول لحضرتك، انا الخطيب لما وقع في يعني اتعور وكده، بقول له يا بيبو انت جريت سبرنت ما جريتوش وانت بتلعب بعد الجول. بنضحك يعني في الملعب. احنا كنا اصحاب قوي، خلي بالك كنا اصحاب كلنا. والله العظيم رحت له كده بقول له تصدق يا بيبو انت جبت جول، جريت سبرنت ما جريتوش وانت بتلعب. فبص لي كده وضحك، واحنا الماتش شغال يعني واحنا بنلعب. كانت في الفه، كان في حب، كان بالحب بنعمل كل حاجه في الملعب. طب انا في حاجه برضو كويس انك اتحت لي الفرصه اقولها في حلقه مع حضرتك. على ايامنا ما فيش اتنين بيعملوا جامب ويخبطوا دماغهم في بعض الا الايام دي. ازاي؟ انا ما اعرفش يعني ايه. لا فهمني يعني على ايامنا كنتوا بتخافوا على بعض. دي رقم واحد. انا بقول لحضرتك على ايامنا كنا نطلع جنب مع بعض. انا واحد من الناس 25 سنه بلعب سردبات، ما ضربتش دماغي في دماغ حد. ما حدش طلع وراح ضرب كوره وجت دماغه في دماغي اتعورت حاجبي اتفتح، ما فيش الكلام ده الا الوقتي. سبحان الله كل اتنين يطلع. ليه بقى دلوقتي بيحصل ده؟ ليه بقى بيحصل؟ هقول لك. لان كل واحد طالع على الكوره عينه على الكوره بس. يعني عينه على الكوره. طب ما انت لازم تتوقع ان الكوره دي انا هاخدها من هنا ولا هاخدها من هنا، ولا اطلع جنبي سنه شويه واخدها عشان ما اتعورش. فلما الاثنين بيطلعوا مع بعض وبيحطوا دماغهم في الكوره بيغمضوا عينيهم فبيلبسوا في بعض. يعني طاهر محمد طاهر دي اوحش الاصابات يعني اشوفها بصراحه. انا بتعاملهم حضرتك والله يا شيما زي ما بتكلم معاك ورحمه امي، ما فينا واحد فينا نط جنب في اي وقت دخل دماغه في دماغ حد. زي ما اتفضلتي وقلتي كنا بنخاف على كنا بنخاف على بعض. عمر واحد فينا اذى التاني في الملعب. عمر ما واحد فينا. هو حضرتك بتشوف ان ممكن يكون ده متعمد اللي بيحصل دلوقتي؟ ما اقدرش احكم، ما اقدرش احكم لاني انا ما اعرفش نيه اللي رايح للكوره. لان انا بتفرج، انا مشاهد زي حضرتك. لكن حضرتك بتفترض ان في لعيبه من نيتها جواها من جواها هي مؤذيه اصلا؟ لاعب مؤذي بتبقى النيه مبيته. معقول. مش في التو واللحظه. لا بتبقى النيه مبيته، شايله من ماتش قبل كده. فلما بيجي يلعب بقى في الجيم بيكون عنده رياكشن، ان انا عندي رده الفعل ان انا هعمل كده. صحيح. انما النيه لما ما تكونش مبيته عادي، الدخول عادي والخش عادي والتاكلين عادي وكل حاجه عادي، دخول مشروع عادي. انما هي كلعيبه كوره، انا بتكلم معاكي بصراحه، النيه مبيته. يعني النيه بتبقى مبيته، انما انا عادي اللعب عادي. طب بتشوف مين دلوقتي من الجيل الحالي مؤذي في لعبه؟ لا لا مفيش لا خالص. لا لا لان مفيش حد. هقول لحضرتك على حاجه. الواحد بيحسن النية الأول. صحيح. الحسن النوايا. مفيش لعيب دلوقتي بيحب ينزل الملعب يأذي لعيب. لا مفيش الكلام ده. وابعد صدقني يقول لك ده فلان، مش هسمي أسامي. ده فلان بيلعبه جامد وفلان بيخش جامد وفلان مؤذي. لا مفيش الكلام ده. لأن كل لعبة ليها توقيتها وليها وقتها. يعني مش أنا مثلا جاي وهعمل وأنا عارف إن مثلا فلان جاي عليا وانا هعمل تاكل ان انا اعوره، لا ممكن انا اللي اتعور. صحيح. ممكن انا اللي اتعور. حقيقي. ممكن هو يخلى مني انا اتعور. حقيقي. فبالتالي اللي ما فيش الكلام ده هو بس اللعب الرجولي بيبقى ضغط شويه على اللعيب. عندي لعيبه معينه. عندي لعيبه معينه. انما اللعب الرجولي ما فيهوش اي حاجه. طيب المقاولين العرب الموسم اللي فات انهى في المربع الذهبي، كان موفق جدا الموسم اللي فات من الدوري المصري الممتاز. وده طبعا بسببه هو موجود دلوقتي في البطوله الافريقيه. ان شاء الله هيكون عنده لقاء قريب جدا، يمكن الاسبوع اللي جاي. صحيح. صحيح. عايزين نتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل، لكن خلينا الاول نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا النهارده مع كابتن جمال سالم نجم المقاولين العرب السابق في اون سبوت. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في اون سبوت، لسه مكملين كلامنا مع كابتن جمال سالم نجم المقاولين العرب السابق. اكيد منورنا يا كابتن.
ربنا يخليك الاول. الله يخليك يا كابتن. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشوار المقاولين العرب بعد طبعا ما انهى الموسم اللي فات في المركز الرابع من الدوري المصري الممتاز، وبالتالي صحيح دخل بطوله الكونفدراليه الافريقيه، عنده لقاء مع النجم الساحلي التونسي الاسبوع اللي جاي. شايف بقى مشوار المقاولين العرب هيكون عامل ازاي في افريقيا في الموسم الحالي؟ مشوار المقاولين العرب في افريقيا، والله انت سؤالك جميل جدا، ليه رجعتني 30 سنه؟ السؤال ده رجعتي جمال سالم 30 سنه. احنا بدينا حي العرب نفس المقاولين العرب دلوقتي وجيبوتي. رحنا حي العرب ورجعنا من حي العرب، خدنا الدور اللي هو 64 ودخلنا دور ال 32. صحيح. وابتدينا ايه نخش. كان في الفتره دي معانا مستر تومسون لحد دور الثمانيه، مشي مستر تومسون وجي مايكل. لما ابتدينا افريقيا والدوري مستر مايكل قعد معانا، فصل بين الدوري وفصل بين افريقيا، يعني ما خلاش بقى كل الكلام يبقى شامل الاثنين، لا في عمل فصل، فصل بين دي وبين دي. بس خليني برضو اقول لك ان وقتها يا كابتن اكيد كانت المواعيد والجداول مختلفه تماما عن دلوقتي، من ناحيه التوقيتات بتاعت المباريات. هي يا شيماء، معقول؟ هي ده دلوقتي بنلعب ماتشين في الاسبوع الدوري، يعني الدوري المصري صحيح، وكمان الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه ما لهمش علاقه، هو الموضوع ده يعني أيوة. ده بس احنا كنا بنلعب برضو ماتش كل اسبوع، وكل احنا كنا مثلا كل 15 يوم بنلعب ماتش في افريقيا، كل 15 يوم بنلعب يعني كان في ضغط مباريات وقتها. يعني احنا كنا مثلا نيجي مثلا هقول لحضرتك على حاجه، السنه اللي اخذنا فيها الدوري رجعنا من زامبيا الفاينل الاولاني، لعبنا النادي الاهلي الماتش الاولاني في الدوري، كسبنا 2-0 ورحنا رجعنا من زامبيا، دخلنا عملنا معسكر للنادي الاهلي. احنا عملنا معسكر للنادي الاهلي واحنا راجعين من زامبيا. يعني كانت الامور مضغوطه برضو. ده غير طبعا ان الرحلات الافريقيه زي ما حضرتك حكيت لنا كان مشوار صعب جدا، بتسافروا في اسبوع 10 ايام عشان توصلوا، ده لازم تبقى حينها. صعبه جدا. انا بتكلم معاكي بالامانه، صعبه جدا. كنا بنعمل ترانزيت بتاع 10 ساعات ولا 12 ساعه، وكل بلد بننزلها بنقعد بثلاث اربع ايام عشان نوصل. مأساه مأساه. فالنهارده المقاول العرب ظروفها زي ظروفنا. يعني الكابتن عماد النحاس معاه مجموعه نفس المجموعه اللي كانت معانا، هي نفس الظروف، هي ضربنا حي العرب وانت ضربت جيبوتي. صحيح. هي نفس الظروف المتاحه، بس اللعيبه دلوقتي غير الاول زينا احنا زمان. احنا كنا عايزين نعمل اسم كبير لينا، اسم لينا احنا. طب هل انت شاكك ان اللعيبه اللي موجودين دلوقتي او الجيل الحالي للمقاولين العرب مش عايز يبني اسم؟ لا، في انا بقول لحضرتك احنا كنا عايزين نعمل اسم لينا. يعني انا عايز ابقى جمال سالم. النهارده انا في افريقيا معروف، سعيد الشيني معروف، حمدي نوح معروف، عبد الرازق معروف، انطوان بيل معروف، نبيل عمار معروف، كتبتوا اساميكم كل افريقيا. يعني بقول لحضرتك كل افريقيا عارفه نجوم المقاولين العرب بتاعت الثمانينات. صحيح. لحد وقتنا هذا. صحيح. يعني حتى محسن محسن صلاح قال لك انا لما كنا في جيبوتي سالوا على لعيبه في المقاولين العرب، فلان وفلان وفلان وفلان. حتى لما انا كنت مشرف على منتخب مالي والكونغو، المدرب اللي بتاع مالي انا لعبت قصاده في افريقيا. يعني انا الحمد لله في يعني ايه عملتوا اسم، عملنا اسم. صحيح. فظروف المقاولين العرب دلوقتي عشان ما نخرجش مشابهه جدا لظروف، مشابهه جدا. برافو عليك. مشابهه جدا، ان احنا الطريق دلوقتي نعدي بس مشوار النجم الساحلي. اللعيبه دلوقتي عايزه ايه ماديا؟ انت مرتاح. انا بتكلم معاكي بالامانه. انا بتكلم عن المقاولين العرب بس، ماليش دعوه بالانديه الثانيه. صحيح. المقاولين العرب انت ماديا مرتاح داخل نادي المقاولين العرب الصرح الكبير ده، الهرم الكبير ده، مرتاح، ملتزمين جدا ماديا، ما بيأخروش جنيه لحد. صحيح. النادي عندنا بصراحه مجلس الاداره ما بيأخرش جنيه لحد. انت عايز ايه بقى؟ هنا بقى مربط الفرس. انت كلاعب كوره اعمل بقى زي يعني الجيل اللي بعدينا، زيزو واحمد سعيد واحمد صبر والناس دي خدت كاس افريقيا برضه، ومصطفى مارين والناس دي كلها خدت كاس افريقيا. عايزين يقولوا التلات اجيال خدوا افريقيا. يعني الجيل بتاعنا خد، جيل زيزو واحمد سعيد اللي بعديكم، والجيل بقى اللي جاي بتاع عماد النحاس ده بقى يقولوا جيل الكابتن عماد. هل انتوا تقدروا تكونوا كفء وتكبروا شركه المقاولين العرب تاني من جديد، وتعلوا اسم المقاولين العرب من جديد، وتعلوا الشركه من جديد، وتعلوا مجلس الاداره
بجهازهم الفني من جديد انتوا اللي تقدروا تعملوا كده وعندهم الكفاءه يعملوا كده. سيبك من الدوري، يعني متوقع المقاولين العرب ان هو يقدر يحصل على الكونفدراليه الافريقيه لو عدينا ماتش النجم الساحلي يا شيمي. انا على الهوا اهو بقول لحضرتك لو عدينا ماتش النجم الساحلي احنا مبروك علينا الكونفدراليه. انا بتكلم معاك بالامانه لان برضو انا زعلان وحزين ان بيراميدز ما خدتش الكونفدراليه لان دي اتاخدت بفعل فاعل. صحيح، اقسم بالله كان في تحكيم سيء للغايه وانا بتفرج من اول دقيقه واحنا قاعدين قلت لهم الماتش متباع. انا صريح جدا الماتش فيه لعب. لا فعلا كانت حاجه تحرق الدم. صحيح. فالمهم احنا لو عدينا بس ان شاء الله نجم الساحلي اللي جاي بقول للكابتن عماد النحاس وجهازه والمقاول العرب بالكامل مبروك علينا افريقيا. نعدي بس الموقعه الجايه دي ونفصل بين الدوري وافريقيا. طب رايك ايه في كابتن عماد النحاس؟ كابتن عماد النحاس خليفه الكابتن عبد المنعم الحاج في نادي المقاولين. انا بتكلم مع حضرتك بكل امانه. الانسان الطيب. هل هو القائد اللي يقدر ان هو القائد يعني ياخد البطوله دي؟ صحيح، برافو عليك. القائد اللي بيقود السفينه كابتن عماد النحاس. انا كنت يعني مثلا اقول ايه يا ربنا ما عدناش ليه بواحد يكون خليفه الكابتن عبد المنعم داخل النادي. خير، جدع، حبوب، كل لان انا لقيتها في عماد بالامانه، في ابو عبد الرحمن. كابتن عماد النحاس خليفه الكابتن عبد المنعم الحاج في نادي المقاولين. من كل حاجه كان بيعملها الكابتن عبد المنعم الحاج عماد بيعملها. انا بتكلم معاكي بالامانه، عماد النحاس بيعمل كل حاجه كان بيعملها الكابتن عبد المنعم الحاج. انسان بدعي له من قلبي ان ربنا يكرمك يا عماد وتاخد البطوله دي السنه دي. عشان انت انسان تستاهل كده. انت انسان تستاهل كده انك تاخد البطوله. صحيح. بس صحيح. تعالى دلوقتي بقى نروح لفقرة جديدة، فقرة صورة وتعليق. هنشوف شوية صور ونسمع من حضرتك تعليقك عليهم عامل ازاي. بس الصور بقى يكون المخرج بقى جايبها ايه؟ ايه؟ صور يعني معقول عرب ولا صور؟ طب تعالى نشوف. تعالى نشوف. الله يرحمه. الجوهري. الله يرحمه. الله يرحمك يا جنرال. تفتكر ايه موقف حصل ما بينك وما بين كابتن محمود؟ كنا في ابو ظبي، ما شاء الله عليكي. كنا في ابو ظبي. عندي ماتش انا والكابتن جوهري كان في ابو ظبي موجود مع كابتن جوهري كان مع نادي الجزيره باين او لا كان مع نادي الوحده مش فاهم. المهم يعني اتقابلنا في ابو ظبي. انا كان عندي ماتش هناك في الكاس مع نادي الوحده واتقابلنا في ابو ظبي انا والكابتن جوهري. احنا فرقتنا جت في الاوتيل اللي هو الكابتن جوهري راح فيه هو كابتن احمد عبد الحليم كابتن عامر وكابتن فتحي بيقعدوا في الكوفي شوب. فتقابلته فانا قال لك جمال سالم هنا كابتن النهارده جايين هنا فرقته جايه من الشارقه عامله معسكر عشان عنده ماتش كاس بكره. كان عندي ماتش كاس. كان واحد كبير قوي لعبته في مدرب كبير قوي في تونس هو ما شاء الله مش فاكر الاسم. المهم قعدنا قعدنا فكابتن جوهري فتح الموضوع اللي انت فتحتيه في الاول اتفضلتي وقلتيه ان احنا كلنا كابتن جمال وابراهيم ومصطفى واشرف وكده. فجت السيره فكابتن جوهري قاعدين واحمد عبد الحليم بنتكلم بيقول يعني مصر فيها خط ضهري جامد قوي ولاعيبه كانت في خط ضهري. فانا قلت يا كابتن انا بقى قلت قلت له والله يا كابتن جوهري مصر ما هتجيب تاني ابراهيم يوسف ولا اشرف قاسم ولا مصطفى يونس ولا فلان. قال لي حاسب وانت عمل لي كده اقسم بالله. قال لي اوعى تهدم حقنا انت كنت لعيب جامد كابتن جوهري. راح ردد الكابتن احمد عبد الحليم قال لي انا قلت له الكلام ده 100 مره يا كابتن جوهري. قال لي وانت كنت لعيب جامد وما تهدمش حق نفسك. ربنا يرحمك يا جنرال. الله يرحمه. اللي بعده كابتن مصطفى يونس الاعلامي الجريء. جريء الاعلامي الجريء. الاعلامي الشعبي الجريء. نضيف. انسان كويس وحبوب وكان لعيب كويس. وحبيبي. صحيح. كابتن مصطفى. بس بتشوف تصريحاته الاخيره في الفترات الاخيره يمكن تكون صادمه بالاخص لجمهور النادي الاهلي. هي جايه من يعني نابعه من صراحته. تصريحاته يعني انا ممكن اقول لك تصريح جاي من جوايا بس وممكن اكون انا لا انما انا ممكن تصريحي بيطلع من جوايا. تصريحاته عشان صراحته تبقى جريئه. هو انسان صريح بس وفي ياما في صعب لعيبه واعلاميين دلوقتي صراحه جدا وما بتخافش وما بتهبش اي حاجه.
انا بقول لك يعني انت بتشوف ان كابتن مصطفى يونس صريح زياده عن اللزوم، صراحته جريئه رغم ان مثلا في لما كان اعلامي ولسه يعني هو في الفتره دي اعلامي جريء، رغم ان في جماهير بتشوفه حاقد على النادي الاهلي مثلا. والله دي حاجه ترجع للكابتن مصطفى والنادي. ما انت ممكن كلمتيني على نادي المقاولين، ممكن اكون انا حاقد على... لا انا شوفي كلمتك ازاي على الكابتن عماد، شوفي كلمتك ازاي على العثمانيين، شوفي كلمتك ليه كل واحد ده يعني له وي وي مع النادي بتاعه ماشي فيه. اللي بعده المعلم. شوية ذكريات بقى كده المعلم، وازاي استقبلك في المقاولين العرب المعلم له ذكريات كتيرة معايا. ما حرمنيش من أي حاجة يا شيخ الراجل ده. الأمانة يعني أول ما اتعلقت بيه أو اتعرفت بيه وكده المعلم، بس مش كان أب روحي بالنسبة لكم، الكرم كله الخير كله كان الراجل ده. طب احكي لي كده مواقف بعينها حصلت. اما كان حد يقصده في اي حاجه ما كانش بيتاخر. كنت بتروحوا له تقولوا له ايه؟ يعني حمدي نوح علمني كلمه يا بابا. قال لي خش على عثمان بيقول له يا بابا عامل ايه؟ يا بابا بابا اخبارك ايه؟ كان يعني ياخدك في حضنه كده. المعلم الله يرحمه، المعلم الله يرحمه الراحل عثمان احمد عثمان. اللي بعده الوحش انطوان بل. الوحش انطوان بل ايه بقى ذكرياتك معاه وايه المواقف اللي حصلت؟ انا علمت بل انطوان عربي عشان دي من الذكريات اللي معايا. انت علمته عربي؟ انا ما كانش كان يجي معايا ونخرج سوا ويجي عندي البيت وكلع عشان اعلمه العربي. وهو علمني فرنساوي ما عرفتش. لا معرفتش فرنساوي مش هتعرف. انت علمته عربي صح ولا ضحكت عليه زي ما المصريين كل اللعيبه المصريين كده بيجي لهم الافارقه من بره؟ لا علمته، يقولوا لهم على الكلام العربي يضحكوا عليهم ويخليهم يقولوا كلام مش مظبوط. باللي كان ويقول ادخل على الكابتن كده وقول له مش عارف ايه واديك 60 داهيه. لا مفيش الكلام ده على جيلنا. ما كانش بيحصل الكلام ده على جيلنا احنا. لا دلوقتي ما بيسيبوش الافارقه. لا انطوان ما شاء الله من الشخصيات الجميله، من الشخصيات الحبوبه. الوحش الافريقي اللي دخل مصر مش هيتكرر تاني. انطوان بيل الوحش الافريقي اللي دخل مصر دخل فيه 5 اجوال يا شيبة في الموسم اللي كنت تحكي لي عليه، الموسم اخدنا الدوري، الموسم اللي اخد فيه الدوري صح؟ لا انطوان دخل فيه 2 بس، وعلاء دخل فيه 3، انطوان دخل فيه 2 وعلاء 3، لان انطوان لما جه. طب فكره بقى ان خلاص دلوقتي ما بقاش فيه منع الاجوال او الجول كيبرز ان هم يجوا محترفين من الخارج، مش شايف ان هو كان قرار سليم؟ لا اولا احنا الحمد يعني ده بالنسبه لك قرار سليم بالنسبه ان يرجعوا لحراس المرمى؟ لا مش يرجعوا يعني منعوهم. ده كان قرار سليم لما تجيب لعيبه. اوكي بس احنا برضو يعني انطوان من الناس اللي يمكن انا هقول لحضرتك على حاجه. التورتايه الجميله، التورتايه الجميله اللي كانت بتبقى مثلا على التيبل كده محطوطه بتتفرجي عليها، لازم الراجل ده كان يكون فيها في التورتايه، لازم ده يبقى فيها. عبد الرازق لازم يبقى في التورتايه، وابو نوح لازم يبقى. حمدي فضل معاكوا كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين بس اتعلم فيهم عربي قبل ما يمشي ولا بروفيشنال عربي؟ لا والله انا بكلمه في التليفون اول ما يشوف الرقم، كيف حالك يا جمال يا سالم، على طول كده من نفسه. والله يعني حتى ما انا في الامارات قابلته كده قلت له في مصر ازيك يا بيل، هنا في الامارات كيف حالك؟ فابتديت اعمل له ايه تشينج في الكلام. الوحش الافريقي لبعض. الوحش الابطال. دول الابطال. دي مجموعه من الصور للمقاولين العرب في الجيل الذهبي بقى اللي هو. لا دول بعدين. دي في بروندي. بروندي دي في بروندي. كنت عامل شعرك. هو يا كابتن ابو نوح ده كانت موضه الشعر ده. واخويا ده اخويا اللي في النص هو لابس ابيض. ده الاسطوره بقى. ده الاسطوره. ارجع تاني والنبي من فضلك بعد اذنك. ده الاسطوره. ده الاسطوره اللي مش هتتكرر تاني في المقاولين العرب. ده انا لعبت معاه ولعبت ضده. ابو نوح اسطوره مصر اللي مش هتتكرر تاني في المقاولين العرب. ده كابتن حمدي نوح
امال انا بتكلم. انا ما شفتوش، انا مش يعني ما عرفتوش. شيما ده حمدي. انا شفت كابتن حمدي يعني دلوقتي، لكن ده حمدي وده جمال سالم. ما كنتش مش عارفه بس انا مميت عشان الشعب. لا انت زي ما انت يا كابتن ما اتغيرتش. كابتن حمدي الواحد اتغير خالص. ده الاسطوره يا شيما. ده اسطوره الكوره في طبعًا. مش هقول في مصر طبعًا. لا في المعقول العرب طبعًا. ده زي ما قلت لحضرتك التورتايه دي الاسامي اللي لمعت بره اهلي وزمالك وانديه جماهيريه، من اكتر الاسامي اللي لمعت في الكوره المصريه. بص اقول لحضرتك على حاجه. انا بالنسبه لجمال سالم انا صريح جدا وشفاف جدا. مصر مش هتجيب حمدي نوح تاني. انا جبت لك من الاخر. بس شخص جميل جدا ولعيب جميل. ربنا يديله الصحه. ولعيب جميل واخويا ربنا يشفيه. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يخليه لك. اللي بعده كنتوا فين هنا؟ انا شايفاك اهو تاني. واحد ده دوري ده. ده ماتش دوري. ده دوري في ملعبنا. تقريبا كان ماتش ده تقريبا كان ماتش ما شاء الله يا كابتن انت طويل جول كيبر كده في نفسك. لا انت عارفه جول الكيبر ده مين؟ مين؟ ناصر عبد اللطيف. جول الزمالك. اللي كان في الزمالك وجالنا عصام مرعي بيتا ناصر. الله يرحمه خالد. كابتن عصام مرعي اهو اول واحد. فوق الزمن برضو بيغير شويه. طبعا فوق نبيل ابراهيم علاء عبد حفيظ. نبيل ابراهيم علاء عبد حفيظ جمال سالم علاء نبيل اول واحد. يعني من الشخصيات الجميله. ده كان دوري. كان ده ماتش دوري. واضح ان هو ماتش مهم او بتلعبوا اهلي او زمالك. ده كان ماتش اهلي. اهلي ده كان اهلي. المدرجات فوق اهي فوق. ده كان ماتش اهلي في ملعبنا. وتقريبا خسرنا 1-0 تقريبا. يعني تقريبا احنا في الماتش ده خسرنا. هو برضو يا كابتن اللاعب في وسط جمهور قد كده بيهتف ضدك للفريق اللي لا لا بالعكس بالعكس. عامل ازاي ده؟ بالعكس ده الجماهير دي بتديكي دافع. يعني ان انت تبقى عايزه تمتعيه. دفع ولا ضغط؟ لا بالعكس. انا واحد من الناس لما كنت بلعب قدام الجماهير دي انا عايز امتعهم. يعني دي كانت كلمه البيبو بصراحه. اما كنا في المنتخب يقول لك يلا يا جمال يا سالم اما تنزل وتشوف 100,000 انزل متعهم عشان ما يضغطكش. فانزل طلع كل حاجه. ده كلامهم يعني وكلام حمدي وكلام الناس اللي هي كبره. ده ماتش الاهلي 1-1. 1-1 بتاع افريقيا. ده ماتش الاهلي 1-1 بتاع افريقيا. اللي احنا خرجنا فيه. ايوه ده ماتش الاهلي 1-1 اهو. ده عبد الرازق بص هيعملها ناصر ازاي في شوبير. ده متشكرين يا مخرج. ده ماتش الكاس يا شيما. اللي احنا دخلنا بيه افريقيا عبوده. بيقول لك لسه محوش لك شويه جوال حلوه. ده ماتش. طب هو عارف يعني ده ماتش يا مخرج. ده ماتش الاهلي والمقاولين في الكاس. عباس هيجيب التعادل. يعني عباس هيجيب التعادل في الماتش دوت. ده وانا مدرب بقى. دي جمال سالم وانا مدرب. اما خدنا كاس مصر وانا كنت مع الكابتن انوس. كان الكابتن انوس مدير فني وانا مدرب عام. وسافرت الامارات بعد كده. ويا ريتني ما سافرت. ليه بقى يا ريت؟ كان نفسي اكمل. طب يعني وليه سافرت؟ انا كان نفسي اكمل. يعني انا لو بكمل دلوقتي انا كان زمان ليا باع دلوقتي في الدوري المصري في التدريب. ما انا كنت من اشطر المدربين في الامارات يا هشيم. طيب حضرتك لما سافرت الامارات بتقيم تجربتك في التدريب في الامارات عامله ازاي؟ يعني بتديها كم من 10؟ تجربه ماديه. ما مشيتش زي ما انت كنت عايز. تجربه ماديه. ماديا استفدت. استفدت. تجربه ماديه وده مطلوب. ما اختلفناش. بس انا برضو على العصر دوت لو انا اصلا كنت مدرب شاطر قوي. خلي بالك محدش بيقول على نفسه. طب رجعت ليه من الامارات؟ رجعت بقى عايز يعني الناس تعرفني بقى تاني. بقى ارجع تاني جمال سالم. مش كل مره انزل كل سنه انزل اقعد شهر وارجع. او شهر ونص وارجع. وانا في موالي تاني. لا نزلت تدور لنفسك على مكان هنا في عالم التدريب. رجعت النادي في الدوري المصري. المقاولين. رجعت وكده والحمد لله. وانا زي ما قلت لك برضو انا راضي بكل حاجه حلوه جوه نادي المقاولين لجمال سالم. كابتن جمال سالم بيعمل ايه دلوقتي في المقاولين؟ انا عضو اللجنه الفنيه ومدير فني اكاديميات المقاولين العرب الخارجيه. وبنجيب لعيبه على مستوى عالي جدا للنادي عندنا الحمد لله. ربنا موفقنا الايام دي وجايبين لعيبه كويسه. دي الصوره دي ليها ذكرى معايا. ايه بقى؟ دي كاس مصر سنه 90. سنه 90 كسبنا السويس 2-0 واخدنا الكاس. السنه دي. دي صورتي واحنا في الاستاد. كنت انا مدرب عام. دي طب وما عندكش طموح يا كابتن ان انت ترجع تاني للفريق الاول؟ ادرب يعني؟ لا خلاص بقى شيما بقى خلاص. انا مبسوط في المكان اللي انا فيه دلوقتي في اللجنه الفنيه. مبسوط. راي استشاري. الحمد لله بنجيب لعيبه كويسه. يعني احنا بنجيب يعني انا الحمد لله من حوالي شهر جايب 2 لعيبه ان شاء الله سنتين كمان هيكسروا الدنيا. ان شاء الله.
سنتين بالظبط هيكسروا الدنيا. كابتن جمال سالم انت اكيد منورنا، بس دلوقتي هنطلع مع حضرتك لفاصل وهنرجع ونكمل كلامنا تاني في اون سبوت، خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، لسه مكملين كلامنا مع كابتن جمال سالم نجم المقاولين العرب السابق. كنا بنتكلم بقى عن ذكرياتك وانت لاعب كره قدم، وكنا بنتكلم كمان على شويه صور كده وفيديوهات. تعالى نتفرج مع بعض على بقيه الحاجات الحلوه اللي معانا ليك. النهائي الاولاني باور دينامس، ده اول في مصر، دي اول بطوله افريقيه تحصلوا عليها. ده في مصر، عبوده جاب الجونين. ده النهائي اللي في مصر، ده النهائي اللي في مصر اللي حضر فيه رئيس الجمهوريه. صحيح. من الماتشات الجميله وجمهور مصر العظيم. شايف الجمهور قد ايه ما شاء الله. جمهور مصر ده عبوده جاب الجون الثالث ده، وتصفاي لغاه. من اعظم الاجوان اللي جابها عبوده. بص الجمهور عامل ازاي. ده فين ده بقى؟ ده ماتش المقاولين والمحله. ده الدوري. دوري ده ولا كاس؟ ده مصطفى صادق. ده حدوته برضو، ده من حواديت الكوره في مصر مصطفى ده. مصطفى صادق ربنا مدرب شاطر. بس عجبتني قوي، عجبتني قوي لقطه الجمهور وهو وراكوا ومساندكوا في النهائي. يعني انا قلت لحضرتك موضوع حلو قوي ده دي حاجه احنا بنفتقدها فعلا دلوقتي. انا قلت لحضرتك انا اول ما فتحنا الشيش بتاع الازاز وشفنا الجمهور دفع معنويه رهيبه. التراب اللي بيمشي عليه الجمهور العظيم ده على دماغنا لحد وقتنا هذا. صراحه يعني ده ماتش ايه يا كابتن؟ ده جيل اللي بعدينا ده. ده اللي بعده. ده الجيل اللي بعدينا. يعني دي الماتشات دي جيل، يعني الجيل اللي بعدينا. انا كنت مسافر، يعني انا ممكن ما اعرفش الا واحد او اتنين فيهم. للامانه يعني انا ممكن اعرف ده علي عاشور ده. صحيح. انا ما اعرفش يعني دي افريقيا برضو. دي بس أفريقيا. انا كنت مسافر في الوقت ده. انما المخرج يجيب انا بقى ماتشاتنا القديمه، انا ما فيش مشكله. ده الجيل اللي بعدينا. بس مش عارف برضو مين اللي جاب الجون. دي افريقيا برضو. تعالى بقى يا كابتن دلوقتي نروح ونشوف معاك اهم التصريحات اللي اتقالت على لسانك في الفتره اللي فاتت دي، او الكلام اللي اتكتب عليك في الصحافه. ايه رايك؟ عين جمال سالم لن يدخل مصر لاعب محترف بامكانيات عبد الرازق. ودي حقيقه. دي حقيقة. حقيقه. ما شفتش اي لعيبه محترفه مش هيخش مصر زي عبد الرازق تاني. انا دي خديها مني شهر عقاري. مش طب شايف بن شرقي ايه دلوقتي؟ مش زي عبد الرازق. علي معلول مش زي عبد الرازق. مش شايفهم. مش هيجي حد زي عبد الرازق. خلاص ده الجولدن بوي اللي خد الكره الذهبيه 3 مرات. عمل لنا شكل وعمل لنا اسم وعمل لنا روح وعمل لنا كل حاجه. وما اقدرش اقدم حقه لان انا عاصرت الجيل ده وبتفرج على الجيل ده. مش هيخش مصر تاني زي عبد الرازق ولا انطوان بيل. عشان نبقى صراحه، لا هو كده كده مش هيدخل زي انطوان بيل. انا مش هيدخله حراس. انا بقول لحضرتك انا الوقت ده انا مش هقدر اقول لك مثلا ايه اشرف بن شرقي وساسي وعلي معلول وفلان وفلان. لا ده مش هيتكرر تاني في مصر. خلاص دي حقيقه. اللي بعده انا صريح، خلي بالك. نجم المقاولين الاسبق، فوزنا ببطوله افريقيا بالحب ولاعبوا الزمالك مش عارفين هم عايزين ايه. ايوه الفتره دي كان نادي الزمالك. ده انت كنت بتتكلم في 2018 الكلام ده. انت كنت بتتكلم على ايه؟ كنا طول عمرك احنا في البطوله اتسالت السؤال ده. ان المقاول العرب احنا خدنا البطوله بالحب والتجانس وكل حاجه حلوه بينا وبين اللعيبه. بس خلي بالك الكلام ده ساعات بيتفهم غلط، يقولوا بالحب بقى بالتحكيم وبالكلام اللي كان بيطلع في الفتره اللي فاتت دي. انا قلت لحضرتك انا ما بقعد على المنبر، انا صريح جدا. احنا بالتزامنا وحبنا لبعضينا بقدرتنا في حضننا احنا خدنا البطوله. الفتره دي كان الزمالك يعني متعسر. فانا قلت لعيبه الزمالك في الفتره دي مش عارفين هم عايزين ايه. ايوه انا في الفتره دي بس كانت صح. كنا احنا سالت السؤال ده، فانا في الفتره دي كنت برضو عايز اعرف لعيبه الزمالك هي عايزه ايه. مش عارفين لحد دلوقتي كانوا عايزين ايه في 2018. مظبوط. طيب خليني برضو اسالك الكلام يعني جاب بعضه. فكره بقى التحكيم في بطولات افريقيا ونادي المقاولين العرب في الوقت اللي اتقال فيه ان كان فيه مشاكل تحكيميه، او كان الحكام بيفوتوا ماتشات وبيسيبوا ماتشات للانديه المصريه، او الحكام بيزوروا يعملوا شوبينج والحاجات الغريبه جدا اللي سمعناها، والتصريحات الاخيره لكابتن فاروق جعفر اللي يعني اثارت الكثير والكثير من الجدل مش بس جوه مصر كمان في الدول الافريقيه كلها.
انت كنت من الجيل اللي اخد بطوله افريقيا مرتين والثالثه، لعبنا فيها الثالثه والثالثه يمكن وصلتوا خلاص لغايه قبل النهائي صحيح. كنت بتشوف التحكيم ازاي؟ كنت بتشوف الكلام ده حقيقي؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا كان معانا مدير كوره بعيدنا عن يعني بعد اللعيبه عن اي حاجه اداريه. كابتن جمال عقاد. هو اصلا اللعيبه ملهاش اي علاقه بالحكام، ما بتشوفش الحكم الا بس يوم المباراه وكابتن الفريق بس. ايوه انا بقول لحضرتك اهو، احنا كان معانا مدير كوره كابتن جمال عقاد، ما يعني بعدنا عن اي حاجه تخص اللعيبه اداريا مع الحكام مع الاداره، مش موضوعكم، احنا موضوعنا الملعب صحيح، انتوا موضوعكم معايا 90 دقيقه مالكوش دعوه باي حاجه. الحاجة الوحيدة بس يعني اللي احنا بس يمكن انا عرفتها مؤخرا او انا عرفتها في الـ بعد ما بطلت بقى 20-25 سنة، احنا كنا بنلعب النادي الاهلي ودي حقيقة بقولها لك، كنا بنلعب النادي الاهلي وكان علي بن ناصر الحكم واحنا اللي الماتش بتاعنا واحنا اللي مستضيفين علي بن ناصر الفرق النادي عندنا. فالكابتن جمال العقاد بيضحك مع علي بن ناصر يعني وكده يعني بيعملوا بيدردشوا بيضحكوا مع يعني هو عارف علي بن ناصر عارف الكابتن جمال كويس يعني ما هو حكم لنا كتير فبيقول له خلي بالك معانا ماتش النادي الاهلي، قال له انتوا بتلعبوا البلد. شفتي بقى الرد؟ يعني قال له انتوا بتلعبوا البلد، انتوا مش بتلعبوا فرقه اي فرقه من هنا ولا منين، انتوا بتلعبوا فرقه كبيره فرقه البلد. قصده ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا. انا مش عشان ماديات ولا عشان حاجه، انا بتكلم مع حضرتك شوف الرياكشن بتاع الحكم ورده على الكابتن ده. قال له خلي بالك بقى معانا بقى الماتش الاهلي احنا ده الماتش الثاني بتاعنا اللي هو جه فيه علي بن ناصر، كنت انا كابتن الفرقه في اليوم ده، والله ما شفت علي بن ناصر الا في الملعب، اقسم لك صحيح ما شفته الا في الملعب. ما هو ده الطريق. وانا نازل يعني انا كابتن التيم في الماتش ده، يعني الكلام اللي طلع في الفترات الاخيره دي ملوش اي بعيد. اساس من احنا شيء ما كنا بعيد صحيح. يعني طول عمرك احنا بعيد مالناش دعوه باي حاجه غير الملعب. انا صحيح. كنت كابتن التيم نازلين انا وحضرتك الملعب اهو الحكام في وسطينا، انا شفت علي بن ناصر بس في وسطينا على باب المقصوره بتاعه الاستاد واحنا نازلين هو بيتاكد بس من الصور، خدنا الطص وخلاص يعني عمل الطص سلام وسلمنا خلاص. فبيقول له يا كابتن خلي بالك بقى معانا النهار، قال له انتوا بتلعبوا البلد يعني احنا بنلعب النادي الاهلي برضو نادي عظيم نادي كبير برضو لو بنلعب زي انتوا بتلعبوا النادي البلد برضو نادي الزمالك يعني برضو في يعني انديتنا مسمعه يعني النادي الاهلي نادي الزمالك نادي المقاولين الحمد لله ودخل معانا بيراميدز والمقاول عرب تاني اهو احنا مسمعين يا شيما في افريقيا جامد صحيح والثلاث بطولات اللي جم دول ما جوش من فراغ اكيد ايوه فاحنا برضو مسمعين كابتن جمال حته الحاجات الرتوش دي وكده ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده لا لا ملهاش اي اساس انا قلت لك انا كنت كابتن الفرقه في ماتش الاهلي والمقاولين وعلي بن ناصر وكان كابتن مصطفى عبده احنا الاثنين كباتن ما شفتش انا بعلي بن ناصر ولا بن خديجه ولا التاني الا واحنا نازلين الجيت صحيح صحيح. كابتن جمال نورتنا النهارده في أنسبوت، اكيد كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. ربنا يخليك وانا سعيد جدا النهارده ان انا معاكم وكسبت شفتك يا شيما النهارده. الله يخليك يا كابتن. وسعيد بالكاست اللي معاكي واتمنى يخليك. ان احنا ان شاء الله يكون لنا حلقات تانية. اكيد لازم ان شاء الله. الرحمن. نورتنا النهارده يا كابتن جمال. ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من أنسبوت، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع نجم جديد وكواليس جديده في أنسبوت.